parce que cette cérémonie est donnée en leur honneur et parce que c'est sans équivoque leur grand jour. Écoutons-les s'exprimer de leur propre voix, avec leurs propres mots. Mesdames et messieurs, le speech de la représentante des étudiants, Chanel Fayad, du département journalisme et communication de la faculté des lettres. باسم العلم والمعرفة والحكمة، جامعة واحدة، جامعة الروح القدس الكاثوليك. يا أصدقائي الأعزاء، نحن الدفعة التي تتخرج تحت جناح قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، هذا الطوباوي الذي يفوح منه بخور القداسة، والذي نتشرف بحضور صديق له وهو السفير البابوي سيادة المطران جابرييل كاتشا. يوحنا بولس الثاني، هذا الرجل البار الذي سلم حياته للمسيح وللسيدة العذراء، ذلك الإنسان الذي غفر لمن حاول قتله، الرسول القريب من الناس والذي جال العالم لينشر الإيمان والتقوى، نطلب منه اليوم كشفيع لتخرجنا أن يباركنا ويسهل طريقنا، وبقربه من الله أن يتشفع لأجل نجاحنا في هذه الحياة وخوض غمارها. يا رفاق الدرب، رسالتنا إلى هذه الجامعة كبيرة جدا، كبيرة بقدر كبر الرسالة التي تؤديها، كبيرة بقدر شكرنا لها وحفظنا جميلها الذي سيبقى إلى الأبد. صحيح أن الدخول إلى الجامعة ليس كالدخول إلى المدرسة، فنحن الآن لا نبدأ من الصفر، ولكننا نكمل ما بدأناه. فمنذ أن دخلنا هذه الجامعة ونحن في تطور دائم، دخلنا وكنا نقول نحن ريشة اليوم ولكننا جناحا الغد، ذانك الجناحان اللذان نطير بهما لنعبر أفق الأمل والمستقبل، ولنتذكر مع جبران خليل جبران أن كأس النجاح التي نستلذ بشربها الآن قد قاست معاناة السهر في الليالي، واحتملت عذابات اللهيب، واحترقت بنار التعب المضني، قد مرت بهذه المراحل قبل أن تصل إلى النخب. يا رفاقي، مررنا في هذه الجامعة بمرحلة العبور من الحياة العائلية الصغيرة إلى الحياة الاجتماعية المنفتحة، حيث أطلقنا للمجتمع سواعد بناءة لأننا تشربنا العزم والإرادة بمرافقة الأساتذة الذين بتنا نضيع بين عطائهم الأكاديمي من جهة، وبين أبوتهم أو أمومتهن من جهة أخرى لصدق عطائهم في التعليم، فمنهم تعلمنا الإقدام والاجتهاد. يقول المسيح: تحاب حبي لكم، وبهذا التحاب يعرف الناس جميعا أنكم تلاميذي. وجامعتنا تقول لكم: أعطوا ما أعطيته لكم، فبهذا العطاء يعرف الناس جميعا أنكم تلاميذي. انظروا إلى ما أسسته هذه الجامعة، انظروا إلى ألواننا المتماوجة، انظروا كم من السواعد اليوم ستشارك في إعمار وطننا وبناء لبناننا وإنماء بلدنا. انظروا إلى أطباء ومهندسين ومحامين وصحافيين وأدباء وزراعيين ومديري أعمال ولاهوتيين وعلماء فلسفة واجتماع وغذاء وكهرباء وسياسة ورياضيات. انظروا إلى معلمين ومترجمين. انظروا إلى مؤرخين وموسيقيين واقتصاديين ومحاسبين ومسوقين ومعلوماتيين
وعلماء نفس وفنيين ومخرجين وإعلانيين وكيميائيين وممرضين. معاً سنرفع راية العلم اللبناني عالياً بشموخ جباهنا وبعد نظرنا. نعلم مدى صعوبة التمسك بأرضنا، فإننا ننطلق بقلق أننا لن نجد عملاً، ولكننا نحن من سنبني وطننا ومستقبلنا. فالحقيقة ولو كانت مرة هي حقيقة، الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، ولكننا ما زلنا نقول أشرقت الشمس وغابت الشمس، مع أننا نعلم جيداً أن الشمس لا تغيب ولا تشرق، ونحن عالمون بحقيقة وجود الفرص في وطننا، ولكننا نستسلم للهجرة، وما زلنا نقول لا يوجد عمل ولا توجد فرص، ونحن نعلم بقدرتنا على صراع المستحيل، فنحن الشباب الواعد سنتمسك بهذه الأرض ونثبت فيها كما الجذور. نعلم جيداً أن الصعود ليس هو الصعب، ولكن الصعوبة تكمن في محافظتنا على جوهرنا وشخص الحقيقية خلاله. ومهما كبرنا وسنكبر، إنسانيتنا ستكون هي، ففي السباق إلى العلا لا يوجد خط وصول، فالوصول إلى الهدف ليس الأساس بل الوسيلة التي نعتمدها للوصول. المحارب الحقيقي هو الذي يعرف كيف يخسر، فحتى السقوط ضروري لجعلنا نتقدم ونتفوق. نحن طلاب جامعة الروح القدس ندرك أن قوس القزح لا يتكون من دون أمطار ومن دون شمس. لن نرتاح الآن وقد حصلنا على شهاداتنا، ولن نسترخي لأن الثقافة التي لا نتممها في كل يوم نخسرها في كل يوم. وصولنا إلى المعرفة رهن قدرتنا على التفكير، وجامعتنا علمتنا كيف نفكر. يا رفاقي، لن نقيد حياتنا، فليس للحياة قيود إلا التي نصنعها أنفسنا. في الجامعة تعلمنا الدرس وبعدها خضنا الامتحان، لكن في الحياة سنخوض الامتحان وبعدها نتعلم الدرس، درس الحياة. التخطيط من دون الفعل هو لا شيء، والفعل من دون التخطيط هو لا شيء، ولكننا سنعرف كيف نخطط وكيف نعمل، لأن التجارب تقول أحبوا ما تفعلون وافعلوا ما تحبون. سنغامر في هذه الحياة، فالوقوف بانتظار أن تأتي الفرصة إلينا هو كالوقوف لانتظار القطار في عرض البحر، إن المحاولة هي الخطوة الأولى للنجاح. نتخرج الآن وكأننا نخرج من شرنقة لنحلق بعزم وأصرار إلى أقاصي المجد والنجاح. أفتخر الآن بوقوفي هنا، أفتخر بجامعة الروح القدس التي أتخرج منها، أفتخر بهذا الوطن العزيز لبنان الذي أنتمي إليه. يا رفاقي، نهلنا من نبع المعرفة فلن ننسى الحكمة، غذتنا هذه الجامعة فلن ننسى العطاء، علمنا أساتذتها فلن ننسى الكرامة، ألهمنا الروح القدس فلن ننسى النور والتفاؤل. كان أبي يقول لي اطلبي في محنتك الروح القدس، فطلبته وطلبته لأجد نفسي اليوم
أتخرج من جامعته معكم. لن أكتفي بإنهاء خطابي بعشتم وعاش لبنان كغالبية الخطباء، بل سأقول انطلقوا مرفوعي الرأس أيها الطلاب، فأنتم من جامعة الروح القدس. أيها الخريجون الأحباء، إنني أعلنكم فوج الطباوي البابا يوحنا بولس الثاني. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and you.